نرجعوا لنوفل، علاش اختار امين ليمي؟ والله ما نساله، والله لا عندي حق. ما سالتوش؟ ما قلتلوش شنو شفت فيا؟ شنو طالب مني؟ ينجم يكون اللي طالب مني مازلت ما ناقص انا، فهمت؟ ما نعرفش شنو طالب مني بالضبط. نتصور اذا كان انا مش بلاستي غادي راه عندي برشا. نوفل يحب يصنع كرونيكور جديد، خرج لبنى مجد برشا اسماء، كريم شكون اخر، بس يم يحب يعمل جينيراسيون جديده. نجم شيف يمكن فيها مين ليمي؟ ينجم، معليش لي ينجم. وانا بدي تطورت على عم ناول ولا عم ناول حتى في راي، مش كيما ديتيب كيما لمن ياسر، لمن ياسر اراء. و كيفاش فسر لك؟ معناه لازمك بلو ماتور، معناه باش تحكي في مواضيع كرونيكور عندك راي. صحيح، راي نجم يعجب ناس ونجم يعجبش ناس. اكزاكتومون، اللي هي حاجه راهي صعيبه راي. معناه انت كي باش تعطي راي في حاجه، باش تجي مثلا حمراء ولا كحله، باش تختار حمراء، راه جماعه الكحله باش يكرهوك، يقول لك في اي موضوع. معناه قاعد كل مره تصغر في السيبل نتاعك، راه وانت ما في بالكش. ذاك علاش ديما نحب نخلي روحي فاغ. تسالني انت شنو تحب، الكلوب المكشخه ولا الصفاق؟ انا نحب تونس، فهمت؟ فما ليه تنجم تكون عندك عبيد مثل ناس. فما حاجة مثلا دين ما ندخلش، سياسة ما ندخلش، ما نفهمش، عامل حدود الروح، عامل حدود بيان سور. انا شو مدخلني في الدين؟ ما نفهمش، معناه بالحق ما نفهمش. سياسة كيف كيف ما نفهمش. تحكي معايا سبور اوكي، تمثيل اوكي، اخراج اوكي، سينما برشا حاجة، تلفزة اي حاجة. ماكش مؤهل تعطي رايك في السياسة ولا في الدين؟